أول حاجة نجدد بكم الترحاب في هذه الأيام ديال النسخة الثانية الأبواب المفتوحة ديال المديرية العامة للأمن الوطني. أول حاجة لابد من التذكير بالسياق العام لتنظيم هذه الأيام. تنظيم ديال هذه الدورة يدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية القاضية بتحديد المرفق العام الشرطي وأيضا تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وللأجانب المقيمين ولزوار ديال المملكة المغربية. بعد نجاح الدورة الأولى اللي كانت في الدار البيضاء توصلنا بالعديد من الطلبات ديال المواطنين لواحد النسخة، وبناء على ذلك انتقلت المديرية العامة للأمن الوطني من الفكرة إلى مرحلة ديال تثبيت الأبواب المفتوحة كثقافة في التواصل ديالها، كمرحلة جديدة تتبني لها المديرية العامة للأمن الوطني في التواصل ديالها مع المواطنين. هذه الدورة هذه هي ذات طابع إخباري، ذات طابع توعوي، ذات طابع تحسيسي، انطلاقا من البرامج المتنوعة والغنية اللي تم الإعداد ديالها. هناك العديد من الأروقة، حوالي 29 رواق تتعكس مختلف المهام والمنوطة برجال ونساء الأمن الوطني والخدمات التي تقدمها المواطنين. هناك مرافق للترفيه بالنسبة للأطفال، هناك حوالي ما يزيد على 50 استعراض المهام التي تقوم بها مختلف فرق ديال المديرية العامة للأمن الوطني، كفرق الدراجيين، كفرق الكلاب المضربة، كفرق وحدات التدخل السريع، فرق الخيالة، بالإضافة بطبيعة الحال إلى العديد من الندوات، ما يزيد على 10 ندوات سيتم تنظيمها يوميا بمعدل ندوتين في اليوم، تتناول مواضيع لها راهنيتها على الساحة الوطنية وتتقاطع مع الشأن الأمني الوطني والدولي، كالجريمة الإلكترونية، كمفهوم المواطنة، المفاهيم الأمنية الحديثة وغيرها من المواضيع، وهي مواضيع لها راهنيتها كما قلت. بالنسبة للإقبال فهو إقبال كثيف، منذ افتتاح هذه الدورة هناك إقبال كثيف، هناك واحد التوافد ديال واحد العدد كبير من المواطنين على مختلف الأروقة، الأروقة كلها تحظى بإعجاب ديال المواطنين، وخصوصا فيما يتعلق بالشرطة العلمية والتقنية وأيضا فرق التدخل السريع.